قامت كلية الزراعة في جامعة تكريت قسم علوم الأغذية ندوة علمية عن المضادات الحيوية وأنواعها وآليات عملها وتأثيراتها الجانبية، قدمت خلاله بحوث تعنى بهذا الموضوع وتعطي صورة واضحة عنه. الندوة كانت من ضمن توجيهات الوزارة للحاجة الملحة إلى التوعية في استخدام المضادات الحيوية. المضادات الحيوية استخداماتها الظاهر منه في أنه يكون كعلاج ضد الأمراض، لكن ما خفي منها هو الاستخدام الخاطئ اللي يؤدي إلى زيادة مقاومة البكتيريا المرضية لهذه المضادات، وبالتالي يكون استخدام هذه المضادات غير ذا فاعلية، مما يسبب في زيادة حصول الأمراض وتكرارها لدى الأشخاص السليمين. أيضا استخدامات هذه المضادات في تغذية الحيوانات وفي إضافتها إلى الطعام كمادة حافظة تؤدي إلى حصولنا على هذه المضادات بشكل غير مدروس وغير معلوم، يسبب أيضا كعامل آخر في زيادة المقاومة للمضادات الحيوية من قبل الأحياء المرضية. قسم علوم الأغذية ومن ضمن نشاطاته يقيم هاي الندوة الثانية عن آليات عمل المضادات الحيوية وتأثيراتها الجانبية. الجزء الثاني كان متبقيات هاي المضادات في الأغذية في الحليب ولحوم الدواجن. الهدف من هذه الندوة هو التوعية للمواطنين في عدم الاستخدام الخاطئ لهذه المضادات، لأن لها تأثيرات جانبية، منها أنه تتكون عندنا سلالات مقاومة لهذه المضادات من الأحياء المجهرية. هاي السلالات بطبيعة الحال راح تسبب لنا أمراض أخرى ضمن جسم الإنسان. حضرنا هذا اليوم الندوة العلمية الخاصة بمتبقيات المضادات الحيوية، وتعتبر المضادات الحيوية هي مركبات أيضية ثانوية تنتج من بعض الأحياء المجهرية لقتل أو تثبيط نمو الأحياء المجهرية الأخرى. تستخدم المضادات الحيوية كما معلوم للقضاء على بعض الأمراض أو لتوقيف بعض نمو البكتيريا الضارة في الجسم، ولكن من مساوئها أن كثرة استخدامها تقوم بقتل الأحياء المجهرية النافعة في الجسم وظهور بعض الأمراض وخاصة أمراض القولون وأمراض تساقط الشعر. أما من ناحية المتبقيات، حقيقة أخذ هذا الموضوع أنه صدى واسع على مستوى العالم، لكون هذا الموضوع ذات تماس مباشر مع المستهلك، لكون المستهلك أنه يستهلك كميات من المضاد الحيوي بدون أن يعلم أو يشعر.